خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بآية من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم الآية. السيدات والسادة الحضور الكرام، ببالغ السرور والحضور نجتمع اليوم بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تعتبر بمثابة وقفة تأملية واستشرافية بغرض عرض أهم المنجزات المحققة واستشراف الصعوبات المحتملة وتحليلها لأجل مواصلة طريق التطوير والإصلاح بغرض تحقيق الغايات المرجوة وبلوغ الأهداف المسطرة والمصبة أساساً حول تخليق مرفق المؤسسة السجنية وأنسنة فضائها. إن هذا الاحتفال هو أيضاً مناسبة لتعريف وتنوير شركائنا الحاضرين بالمجهودات الجبار التي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحت التوجيه المباشر للسيد المندوب العام. هذه المجهودات المسطرة بمختلف المخططات الاستراتيجية السنوية للمندوبية العامة، سواء على مستوى محور تنمية ودعم البرامج التربوية والتأهيلية والتكوينية والحرفية والأنشطة الموازية ودعم الأمن الروحي للنزلاء والرعاية الصحية حسب متطلبات وحاجية الوسط السجني، كما تعمل المندوبية العامية جاهدة بخصوص تثمين الموارد البشرية باعتبارها سر نجاح كل البرامج والمخططات التنموية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في إطار الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة، هذه المناسبة التي دأبنا عليها احتفال
بكل ما تحقق داخل مؤسسات سجن الصعيد المحلي نحتفل فيها في إطار واحد مسابقة الصعيد المحلي والوطني بموظف متميز وموظفة متميزة تحفيزا لهم على البذل والعطاء من أجل تحقيق واحد العمل داخل المؤسسة السجنية والرفع من الأداء والعمل على تطوير كل الخدمات داخل المؤسسة السجنية من أجل إدماج السجناء في المحيط الاجتماعي ديالهم، مساعدتهم على التمكن من المعارف عن طريق التكوين والتعليم والمهن، وكذلك محو الأمنية والبرامج الموازية المقدمة لهم. كذلك هو يوم نتوج فيه كل ما مر على مدار السنة، نقيم ما قمنا به داخل هذه السنة، نحاول أن نصوغ برنامجا للمستقبل للسنة الجديدة بناء على ما قدمناه وما يجب أن نقوم به من أجل تحقيق نمو وتطور مستمر لفائدة القطاع. وأشكر كل المنابر الإعلامية التي غطت هذا الحفل وهذا النشاط، الشكر موصول كذلك لجميع الحاضرين، الشكر موصول للسيد المندوب العام، ونرفع برقية ولاء الإخلاص للسلطة العالية بالله، والسلام عليكم.